وأي إصلاح يكون الطريق للتخلص من هذا الركام الضخم المرهق للوطن كله ولكل من فيه لو نظر إلى الأمر بعين التحقيق؟ إنه الإصلاح الجدي الكافي الشامل، ولا يمكن أن يتأتى إصلاح بهذا الوزن ما لم يكن إصلاح سياسي بحق يأخذ فيه الشعب موقعه المناسب المعترف به نظريا من الجميع في مجال السلطات الثلاث وصيغة الدستور وصوغ الدستور. السلطة تكسب منه استقرارا واستراحة من مواجهة غضب الشعب ونقمته، وتخرج من التبعية الاضطرارية التي تفرضها عليها الحاجة الملحة للأطراف الخارجية التي ترى فيها الاستقواء المطلوب لها في الصراع، ولا تحتاج إلى التغيير السكاني والاستبدال عن المواطنين بمواطنين مستوردين لا ارتباط لهم بالأرض وتاريخها، ولهم خصائصهم البيئية الأخرى ويهددون مستقبلها. هذا تستغني عنه كله، وهي بذلك توفر ميزانية وفرص عمل وتعليم وخدمات تعالج مشكلتها مع الشعب الذي يعاني من الظلم والحرمان. وربح الشعب من الإصلاح أن يستعيد حقوقه ويعترف له على الأرض ومجريات الواقع بحريته وإنسانيته وموقعه وكرامته، وحينئذ يندفع الاندفاعة القوية والمنتجة والفاعلة في سبيل إعمار الوطن وإحيائه والنهوض بمستوى. الوطن كله مستفيد من الإصلاح، فوطن العمل الجاد المتفرغ للبناء، ووطن الثقافة العالية والإنتاج العلمي والعمل المتقدم، ووطن الأمن والسلام والمحبة والأخوة لا يبنيه إلا الإصلاح والأخذ بالحق وإقامة العدل وانهدامه في بقاء الفساد والإفساد. وما رأى نفسه أنه يربح بتعطيل الإصلاح فإنه مخطئ كل الخطأ في تفكيره، وواقع تحت تأثير الوهم. الصحيح أن مصلحته الحقيقية في الإصلاح لا في تعطيله، وفي جديته لا هزل. ولكن المجلس العلمائي مؤسسة رسالية مخلصة صادقة منفتحة أمينة تخدم الدين والمذهب والأمة والوطن والإنسانية، ومن المؤسسات التي تحتاجها مصلحة هذه الجهات كلها وتصب في صالحها. والإضرار بالمجلس العلماء في ضوء الحاجة الواضحة البينة من هذه الجهات للمؤسسات الإصلاحية الرسالية الواعية والأخوة والسلام الداعية إلى المحبة والأخوة والسلام والخير والهدى، والمجلس مثال ظاهر جلي لهذا النوع من تلك المؤسسات. وأي مس به وعدوان عليه يمثل مسا بها وإضرارا بها وعدوانا عليها بلا أدنى إشكال. وسواء كانت مشكلة سياسية أو لم تكن، ووجد داع للكلمة السياسية أو لم يوجد، فإن المجلس العلمائي ضرورة من ضرورات الدين اليوم التي لا بد منها، ولا غنى للمجتمع عنه، والكل مسؤول عن الحفاظ عليه ورعايته وحمايته وبقائه، وكل المؤمنين واعون لذلك ويدركون أن عليهم أن يخلصوا لدينهم ويقفوا معه في كل المواقف. معكم يا علماء، معكم يا علماء، معكم يا علماء.